الرئيس البرازيلي يهز مصر بأكملها بعد دعمهم فلسطين. شاهد تصريحات كبيرة من رئيس كوريا الشمالية تجاه مصر. السلام عليكم، لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعلوا زر الجرس. مساكم بالخير، عندنا سحب على 100 جوال 14 برو ماكس وسحب على 100,000 جنيه مصري. كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورة شراب وتكتب تم في التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة. الرئيس البرازيلي يهز مصر بأكملها بعد دعمهم فلسطين. أكد السفير الفلسطيني لدى مصر دياب اللوح حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على حقوق الشعب الفلسطيني وحقن دمائه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس. وأعرب اللوح خلال اتصال هاتفي ببرنامج على مسؤوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد مساء السبت عن شكره للرئيس السيسي لجهوده وتحركه منذ اللحظة الأولى لتعرض قطاع غزة إلى إبادة جماعية. شاهد تصريحات كبيرة من رئيس كوريا الشمالية تجاه مصر. تصريحات دياب اللوح جاءت في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة اليوم الأحد لكشف تطورات الاعتداءات الإسرائيلية والوضع في قطاع غزة. كشف السفير الفلسطيني في مصر دياب اللوح أن القصف الإسرائيلي تسبب في تدمير أكثر من 30,000 وحدة سكنية وتشريد أكثر من 102 مليون مواطن وتدمير أكثر من 14 مستشفى. أول تعليق من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد إعلان مصر دعم فلسطين. قال السفير الفلسطيني في مصر دياب اللوح الاثنين إن إسرائيل استهدفت معبر رفح وتعرقل إدخال المساعدات لغزة. وذكر دياب اللوح في حوار مع قناة سكاي نيوز عربية حتى هذه اللحظة لا نملك معلومات مؤكدة بشأن فتح معبر رفح. الذي يرفض ويمنع فتح المعبر هو إسرائيل. إسرائيل قصفت أجزاء كبيرة من معبر رفح والبوابة الفلسطينية للمعبر والممر الفاصل بين البوابتين. لا نثق في الإدارة الأمريكية التي انحازت بشكل سافر إلى جانب هذا العدوان ضد شعبنا. سفير فلسطين بالقاهرة، إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة عن ذبح المدنيين الفلسطينيين. قدم دياب اللوح سفير دولة فلسطين في القاهرة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه القضية الفلسطينية مثمنا رفض القاهرة لتهجير الفلسطينيين. قال سفير فلسطين بالقاهرة خلال مؤتمر صحفي إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ترعى إرهاب الدولة المنظم وتمارس أفعالا عنصرية في القدس المحتلة، مؤكدا أن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية حقيقية حيث دمرت 14 مستشفى وأكثر من 30,000 وحدة سكنية. رسالة مؤثرة لغير العرب من أحمد حسن كوكا بشأن فلسطين، لا تكن أحمق. حرص الدولي المصري أحمد حسن كوكا مهاجم فريق بنديك التركي اليوم السبت 14 من شهر أكتوبر لعام 2023 على توجيه رسالة مؤثرة لدعم فلسطين بعد الأحداث التي تشهدها فلسطين منذ يوم السبت الماضي، بداية من عملية طوفان الأقصى وبعدها العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة. كتف في كتف أهلنا في فلسطين، الإسكندرانية يتبرعون بالدم لمصابي غزة. كتف في كتف أهلنا في فلسطين، شعار جسده على أرض الواقع مواطنو الإسكندرية من خلال المشاركة في حملات التبرع بالدم لمصابي غزة جراء القصف المتواصل من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وذلك عبر قوافل صحية للتبرع بالدم في ساحة مسجد القائد إبراهيم والمرسى أبو العباس. وتسابق الشباب والشيوخ على قوافل التبرع بالدم لصالح أهالي قطاع غزة في فلسطين المحتلة. إقبال من أهالي الشرقية على التبرع بالدم لصالح الأشقاء في فلسطين. شهدت مدينة الزقازيق ومنيا القمح انطلاق فعاليات حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني، وذلك ظهر اليوم
تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تزامنا مع إرسال التحالف الوطني الأهلي التنموي قافلة شاملة إلى غزة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية. المستشار محمود فوزي: ندعو كل مواطن للتبرع بالدم ودعم الأشقاء في فلسطين. قال المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح السياسي عبد الفتاح السيسي إن الحملة حضرت اليوم للمركز القومي للتبرع بالدم نصرة ومساعدة للإخوة في فلسطين. أول قرار عاجل من رئيس كوريا الشمالية لعد تصرفات إسرائيل مع فلسطين. توجه وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف صباح اليوم الأربعاء إلى القاهرة للمشاركة في أعمال الاجتماع الوزاري الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية حول فلسطين. وذكر بيان وزارة الخارجية الجزائرية أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي بطلب من دولة فلسطين لبحث تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهو الطلب الذي دعمته الجزائر إلى جانب عدد من الدول العربية الشقيقة. وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإرسال قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى فلسطين، وذلك بعد ساعات قليلة من تحذير السلطات الإسرائيلية بقصف أي مساعدات توجه للقطاع، وقالت إن هذا الأمر تصدت له مصر وستتصدى له، مشيرة إلى أنه سبق ورفضه الإجماع الشعبي الفلسطيني المتمسك بحقه وأرضه، وأعلنته مقررات الجامعة العربية في سياقات مختلفة، واستقر في الضمير العالمي بثوابت واضحة للقضية الفلسطينية التي يتم تصفيتها الآن. بيان عاجل من رئيس الصين يكشف فيه سبب ما يحدث مع فلسطين. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إن الدعوات الموجهة للفلسطينيين للمغادرة إلى سيناء ليست أمرا يمكن أن يؤدي إلى سلام. وأوضح الرئيس الروسي أن غزة جزء من أرض فلسطين التاريخية، وقال بوتين من الصعب إعطاء تقييمات، هذه هي الأرض التي يعيش عليها الفلسطينيون وهذه أرضهم تاريخيا. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هو سبب ما يحدث مع فلسطين حتى الآن؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.